رغبة المنافسة على اللقب. بالدي عند كرة للبارسا، فرصة للكرات عن طريق كريم بنزيما والتسديدة، لكن حارس المرمى مارك قصيرة هنا لتصويب. الله على كرة تسديدة خطيرة كانت في اللقطة الماضية. هنا لدينا فاجأ من جانب المدرب تشافي في أن يبدأ بسيرجي روبرتو أساسيا في رافينيا، والعرضية لكن سهلة. المباراة يحاول من أمام أراوخو، عرضية أراوخو في التحضير أمام فيني، لكن المرور بكرة تجاوزت خط التماس وأصبحت إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية لفريق ريال مدريد. ميليتاو عند كرة من الطرف الأيمن، ميليتاو الذي وصف المدرب كارلو أنشيلوتي بأنه واحد من بالخطأ من جانب أراوخو. نعم، هذه الثنائية التنافسية التي تتجدد تسفر عن هدف أول لفريق ريال مدريد. أراوخو بالخطأ بعد عرضية فينيسيوس عن طريق كريم بنزيما، عند كرة يشوف التغطية اللازمة في الكرة التي تعود عند حارس المرمى الحارس تيبوكو. ليفا في فرصة، ليفا فينيسيوس إلى كريم، كريم والتصويبة صدمت في كونديب، الكرة بتعود بعد ذلك إلى التي كاد أن يستغلها الآن بست نقاط مع هذا التقدم في نتيجة هذا اللقاء. هطا من سيرجي روبرتو في اللقطة الماضية، وبالتالي الكرة إلى ركلة وصلت إلى روبرتو، روبرتو بعد ذلك خطأ لأراوخو في اللقطة. خطأ كان موجود سيد ريكاردو. الله على فينيسيوس، عرضية جميلة ولكن طالت وتحولت إلى خارج الملعب. وعادت 2003 هنا فرصة خطيرة قائمة لكنها في الأخير تحولت إلى خارج الملعب. وعادت المنطقة الجزاء، كونتي مرت على مرفوعة، والتسلل كان موجود في اللقطة الماضية. التسلل كان موجود في اللقطة. كريم، كريم وتمهيد، لكن والعرضية كرسي العالية راسية جول. ضاعت، كادت من جانب كريستنسن في اللقطة الماضية. البارسا كاد أن يعود عن فالفيردي، فالفيردي يحاول وخطأ كان موجود لصافرة الحكم ريكاردو دي بورغوس. هذا الحكم يتقدم مرة، الله الله على فينيسيوس وما يفعله على فينيسيوس. ونقلة عرضية تأتي لكن كونت في التغطية الدفاعية في الأخير تحولت إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. فينيسيوس عرضية للبارسا لكن في الأخير ركنية تنفذ في كرة خطيرة تأتي، ولكن كريستنسن هذه المرة كرة سهلة حرة غير مباشرة لمصلحة مباريات متتالية في تاريخ مواجهة الكلاسيكو. قطع على رافينيا بطاقة صفراء، رافينيا مر، رافينيا الله على كرة، لكن هناك تيبو، لكن هناك تيبو. رافينيا أراد أن يسجل الكرة إلى تيبو هنا عند الحارس الأمين لعريني ريال مدريد الحارس تيبو كورتوا. رافينيا في عملية مرور، هناك مطالبة بخطأ وحكم اللقاء نعم يصفر خطأ في اللقطة الماضية لي. ميدان وصلت هذه الكرة بعد ذلك مرة أخرى، رافينيا يحاول، رافينيا والتدخل هنا، هل هناك خطأ؟ المطالبة بوجود خطأ في اللقطة الماضية لكن حكم اللقاء في وسط الميدان رودي، الخطأ كان موجود على 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 جابي في اللقطة الماضية. خطأ رافينيا في كرة عرضية ترسل خطيرة عالية ممتازة، يا سلام رائعة إلى رافينيا، ما زالت سيرجي روبرتو جول جول جول. البارسا لا يموت، وهو الذي يريد أن يبقى في الحياة، وهنا لدينا سيرجي روبرتو هو من سجل، روبرتو هو من عادل، روبرتو هو من عادل. طلق فيني وعرضية فالفيردي، يا الله ضاعت ريال مدريد، روبرتو روبرتو والعرضية خذوهات جميلة رائعة. غياب لوكا مودريتش وتمرير لكن يفعل كل شيء كما لو أنه بعمر فينيسيوس. لوكا مودريتش في كل بالدي لجافي، جافي في وسط الميدان، هناك خط خط نعم خطأ كان موجود، خطأ كان موجود على 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 جافي في اللقطة الماضية. يسجل بينما هنا فرصة فيني عند كرة، فيني وتمرير، ليفا عند كرة، ليفا في تسديدة، كاد أن يفعلها ليفا.
جاجر في التغطية الدفاعية، الكرة ما معنى ذلك كاد أن يخطي فيها تيبول، لكن كاد أن يفعلها رودريجو، كاد أن يفعلها رودريجو وخطأ. خطأ تعال يا روبرتو، هناك بطاقة صفراء، تعال يا روبرتو هناك، وما زالت قائمة لمصلحة البارسا، لكن خطأ لجافي في اللقطة الماضية الذي غادر أرضية الملعب قد أنذر. هنا الكرة اللي كانت لي، عادت البارسا من جديد، جافي في كرة لكن التغطية من فالفيردي، تحولت كرة بشكل ممتاز بينما لوكا هنا وخطأ أطى على مودريتش، لكن هل شاهدتم ما فعل بوسكس؟ فيني في المرور، فيني في التصويب، ولكن بعيدة هذه المرة، بعيدة هذه المرة كرة فينيسيوس على مستوى الدقائق القادمة. هذه الكرة لمصلحة البارسا من جانبية فرانكي، لكن خطأ على رودي وتمرير سيرجي ممتازة، تصويب وتمريرة ممتازة ليفا، كاد أن يفعلها البولندي، كاد البارسا مع دخول كيسيه، تصويب من فيني لكن ضعيفة. كريم، فرصة من كريم، تصويب كارفاخال، عرضية، جول، هي جول لا يمكن أن تنساه، فهو في لحظة قد يسرق الأضواء من الجميع، أسينسيو يسجل هدف السبق للفرقة، إذا يتقدم في النتيجة، يلغى الهدف لأسينسيو في كرة، أسينسيو خطيرة كانت ولكن إلى خارج الملعب يستري قوية. بالمناسبة كرة منقولة إلى فيني، عرضية رائعة، عرضية خطيرة، الله يسجل ثاني.